السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. راح اتكلم معكم الحين الاشخاص اللي يكتبون لي كل مره انزل نسخه تجريبيه لحق النظام مثل 12.4 12.1 12.2. اكتب نسخه تجريبيه. النسخه التجريبيه ابل تنزلها للمطورين اللي يسوون برامج لحق الايفون، لان اكثر الاشخاص اللي يسوون برامج حق الايفون يكون عندهم اجهزه خاصه لحق البرامج، يعني جوال شري بس حق البرامج. فابل تقول لها اوكي اخذ النسخه التجريبيه ذي اللي بتنزل حق العامه وحق الكل بعد شهر بعد اسبوع بعد اسبوعين، والشخص نفسه يجربها ويشوف اذا كان فيها مشاكل ما فيها مشاكل يرسل حق ابل، لان في برنامج اسمه فيدباك. مثل ما نشوف هذا البرنامج ينزل عندكم اذا كان عندك نسخه تجريبيه ذي البرنامج، تقدر تخش فيه وتسوي ريبورت حق ابل، تكتب لهم مثلا في مشكلة في الواي فاي، في مشكلة في البرامج، في مشكلة في الشبكة، في مشكلة كراشات، تكتب لهم. وابل بعد يومين ثلاثة تنزل نسخة تجريبية ثانية برضو وتعدلها وتجلس معاكم وتعدل في الجوال. بعدين اذا خلاص شافوا النظام ممتاز ينزل العام، سينزل حق الاشخاص كلهم اللي هو الاشخاص اللي طبيعيين يستخدمونه. فابل تنزل نظام اللي فيه خرابات لحق المبرمجين، وهم مبرمجين يشوفون مشاكل في النظام، لانه مستحيل ابل تقدر تشوف مشاكل في النظام، لانه اذا انت سويت نظام تعطي 3 أشخاص 4 أشخاص ما راح يشوفون مشاكل في النظام، غير انك تعطيه لحق المطورين كلهم فوق 100,000 شخص او شيء حول العالم يشوفون المشاكل. منها المطورين يرسلوا حق قبل يساعدونها في تعديل النظام، ومنها برضو يستعدونهم البرامج حقينهم مثل سناب شات، تويتر، طبعا الالعاب برضو يكونون يحدثون برامجهم يخلونهم مستعدل حق النظام الجديد اللي بتنزله قبل، مثل الايOS 13 قبل مثل الحين بدات فيه من جون وجولاي واوغست. في سبتمبر، نص سبتمبر، مع الايفون الجديد اللي بينزل بتنزل السوفتوير. فعندها قبل 3 شهور أو 4 شهور اول بيتا احنا نازل لازم في مشاكل كبيرة، بعد اسبوع اسبوعين تنزل بيتا ثانية ونسخة تجريبية ثانية وتكون في مشاكل اقل، احيانا تطلع مشاكل جديدة، فالمطورين يرسلون حق قبل برضو. فتجلس اب هالسيناريو ذا كله لين نوصل في سبتمبر. احيانا في سبتمبر راح تنزل نسخة، بعد اسبوع اسبوعين تنزل نسخة ثانية، احيانا او 3 أسابيع تنزل نسخة ثانية اللي هو نسخة تجريبية ثانية، بعدين الثالث والرابع. لكن قبل سبتمبر، قبل مؤتمر ابل، احيانا تشوفه تنزل لك واحد يوم اثنين، بعدين تنزل لك واحد ثاني، فتسرع بسرعة لين تثبت النظام يكون ممتاز خلاص ما في اي مشاكل، بعدين تنزله لحق العام للكل مع الايفون الجديد. مثلا هذا الايOS 13، في نسخه ثانيه هي النسخه الاولى هذه حق المبرمجين، في نسخه ثانيه تجريبي لحق العامه، تنتينهم ما انصح اي احد ينزلهم، راح اعطيكم السبب الحين وكل شيء. انا عندي الجهاز هذا ايفون 10S، اخر جهاز ايفون نازل لي الان 2019، وهذا الايفون الثاني 10R. الفرق بين الاثنين هذا فيه النسخه التجريبيه اللي كلها اسوي لكم اياها في الايفون، بديت من ايOS 12 كمل معاكم الايOS 13 لين ينزل الايفون الجديد، وراح نشتري نكمل معاكم في الايOS 13 في الايفون الجديد. اما هذه لا، نسخه ثابته اللي موجوده عندكم، فراح اوريكم الحين الفروقات والمشاكل اللي تصير عندكم خصوصا الجهاز اللي تستخدمه. نصيحتي لا تنزل فيه نسخه تجريبيه. اوكي انا نزل لكم عشان اسوي لكم فيديوهات بس وتشوفون المشاكل وتشوفون الاشياء كلها وتعرفون الميزات، قصدي اللي بتنزل لكم بعد اسبوع اسبوعين اذا نزلت عندكم النسخه، خلاص تنزلها وتشوفوا الفيديوهات. مثلا اذا نزل عندكم الحين 12.4، انا سويت النسخه الاولى، سويت النسخه الثانيه، سويت النسخه الثالثه مثلا، خلاص اذا نزل عندك في رسمي تفتح الفيديوهات تشوف النسخه الاولى والثانيه والثالثه، تعرف الميزات كلها اللي نزلت فيه كذا، خلاص نزل عندك السوفت وير وتعرف الميزات اللي فيه. مثل الايOS 13 ببدا معاكم 3 شهور الحين، بعدها خلاص قبل ما ينزل الايOS 13 عندك تفتح الفيديوهات تشوف النسخ كلها اللي سويتها وتعرف الميزات حقتها، تكون مستعد لها. فهذه الميزات وهذه الاشياء اللي اسوي لكم اياها. نصيحتي لا تنزله في جهازك، لان اذا نزلته حراره الجهاز ترتفع لان النظام ما بثابت، تفتح الكاميرا يطلع من الكاميرا عادي، الشبكه عندك ما بعدله، برامج تطلع من برامج، ان اصلا تقول لك ابل ترى النسخه التجريبيه مش لك، لحق المطورين فيها مشاكل، النظام ما بثابت. يعني انت لا تستانس انك بتنزل عندك احيانا الجهاز ما تقدر اصلا تستخدمه، يعني تنزل نسخه تجريبيه علق الجهاز تحطه على جنب، تروح تشوف لك جوال ثاني او انك بترمت الجهاز، هذا اول شيء. واذا ما علق الجهاز ما فصل في شيء، استل في خلل في السوفت وير، راح اوريكم الحين. مثلا لو نشوف معكم هذا الايفون 10R، هذا الايفون 10S اللي استخدمه معاكم الحين. طيب اثنينهم سويت لكم مراجعة لحق الجهازين وسويتهم في الريفيو في القناة حقتي. هذا كرتون الايفون 10R عندي موجود الان، وهذا كرتون الايفون 10S اللي استخدمه الحين. مثل ما قلت لكم ما في فرق بين الوقت اللي شريتهم فيه، تقريبا شهر بينهم وبين بعض، لكن هذا مثل ما قلت لكم اللي فيه النظام الرسمي اللي الكل يستخدمه. ما راح اوريكم الفروق الكثيرة. شوف مثلا الاعدادات، ننزل نخش عام، نخش حول. اوكي هذا السوفتوير اللي الحين موجود عليه 12.4 الى الان، فقط عمل الفيديو هذا 12.4. طبعا انا بديت اسوي الايOS 13 لكن فقط عمل الفيديو 12.4 الحين. اللي موجود عندكم الان 12.3.1 مثل ما نشوف، خلص ضمن حقي بشهر 9، هذا بيخلص في شهر 12، فبينهم تقريبا 3 شهور. اوكي شيء ممتاز، يعني ما في فرق كبير، لكن بوريكم
استخدامي استخدام طبيعي اثنينهم، فما في اي فرق بينهم اثنينهم في الاستخدام. لكن بوريكم كيف السوفت وير اللي انزله لكم وكل شيء يسوي لكم اياه للحق النظام التجريبي كيف خرب البطري عندي هنا. شوف هنا مثل ما قلت لكم هنا رسمي ما نزل عليه اي نسخه تجريبيه، هنا نسخه تجريبيه. ف نشوف قوة البتري هنا 10%، هنا إلى الآن 100%. شوف الفرق كيف؟ يعني هنا مثلا إذا كانت قوة البتري حقك 3000 كنسل منها 10%، هنا إذا كانت البتري حقك 3000 إلى الآن تعطيك قوتها نفسها، هنا لا نزل من قوة البتري عندي 10%. يعني لو بكمل معاكم عادي بعد شهرين 3 شهور توصل 80%، خلاص بعدها برضه 3 شهور لازم أغير البتري، البتري اختربت. هنا ما في فرق بيني وبين هذا، مثل ما قلت لكم إلى 3 شهور والبتري الآن ممتازة 100%، كباسيتي حق البتري أو قوة البتري الآن تعطيني الكفاءة القصوى حقتها أو الكفاءة، طبعا هذا الكفاءة القصوى لكن هنا ما راح يشحنني فل، البتري بدأت تقل، هنا البتري الآن ممتازة. فهذا أول مشكلة. في مشاكل كثيرة كثيرة بس ما بقولها لكم كلها، لكن لو بنشيك أداء الجهاز مثلا، طبعا احنا نختلف يكون هذا أفضل لنسخة تجريبية وفيها مشاكل أحيانا ما نزلوا ميزات أو شيرينج أكواد فيكون هنا مثل أداء أفضل من العامة، لكن بنوريكم الحين البيسك له مثل الأداء الأفضل. يعني 90% أو 99% راح يكون أداء أفضل من هذا. ليش؟ هذا نسخة ثابتة، هذا مش نسخة ثابتة. أحيانا النواة ما تشتغل بقوتها كلها، أحيانا الشبكة تكون ناقصة، أشياء كثيرة تأثر على هذا النظام. فهذا النظام ما أقدر أقارن فيه الأداء نسخة تجريبية، ما أقدر أقارن فيه أداء البتري نسخة تجريبية، ما أقدر أقارن فيه وضوح الكاميرا، أشياء دي كلها ما أقدر أقارن فيه. الجهاز مش نفس ما أبل قالت لك مثلا الجهاز حقنا دي القوة والكاميرا حقتنا ممتاز ولا شيء، ذي الجهاز حقنا سلس، هذا ما راح يكون سلس، ما راح يكون الكاميرا قوية، ما راح يكون أداء الجهاز ممتاز. هذا أداء الجهاز ممتاز مثل ما قلت لك أبل هنا. فأبل ما تتعهد لك في الجهاز، حتى الضمان ما تعهد لك إياه، أو أي مشكلة صارت فيه يقول لك أوكي أنت منزل نسخة تجريبية راح عليك أي شيء. هنا لا، هنا أبل تقول لك أوكي أنت تستخدم النظام اللي أنا قايل لك استخدمه، هذا هو. فهذه المشاكل وهذه الأشياء كلها. طبعا مثل ما قلت لكم أنا نزله عندي جوالات ثانية، إذا صارت في مشاكل يقول قط الجهاز واستخدم جهاز ثاني عادي، وبس إني حبيت إني أسوي ذي الحركة والسلس عشان وأنا أنزل النظام هذا عشان بس أشوف أوريكم السلسلة اللي أسويها اللي هي نسخة تجريبية. طبعا ما يخلص، فأي واحد يفكر ينزل النسخة التجريبية رجاء 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 لا تحاول، بتصير عندك مشاكل وأنت اللي بتتوهق وأنت بتقول بعدين أوه الجهاز حقي يسخن، الجهاز حقي حرارته ترتفع. مرة قاعد أستخدمه اثنين بنفس الوقت، هذا ارتفعت حرارته، يعني المكان ما بحار ولا في أي شيء، يعني هذا ما ارتفعت حرارته وهذا ارتفعت حرارته، هذا السبب، يعني الجهاز يرتفع حرارته، أداء يقل، فريمات الجهاز تطيح، برنامج سوفت حيطلع من عادي. فاستخدم النظام الرسمي اللي أبل تنزل لك اللي خشيت له لدرجة عام تحديد البرامج تشوفه تحدثه، هذا اللي تستخدمه. بس أتوقع طولت معكم، ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، وقبل ما الفيديو لازم تشوفون أداء النظام اثنينهم. طيب مثل ما نشوف الحين هنا النسخة التجريبية مثل ما نشوف 12.4، هنا النسخة الرسمية ما في فرق كبير صح؟ أو يمكن يعتبروا نفس الشيء، يعني بكم 30 ناقص فما في فرق، لكن مثل ما قلت لكم أداء الجهاز من الداخل يختلف. هنا ثبات لأنه ما يكتب لك، هنا ما تقدر تطلع ثبات الجهاز. فنصيحتي خلك على هذا، لا تستخدم هذا وبس. السلام عليكم.